فالصيام سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، هل صحيح أن الصيام سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب؟ نعم. ما هو الدليل؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حديث متفق عليه. ما معنى إيمانا؟ من صام رمضان إيمانا، ما معنى إيمانا؟ يعني تصديقا بوعد الله بالثواب عليه وطلب الأجر، طلب الأجر من الله عز وجل. فأنت تصدق، أنت إذا صمت تكون معتقدا أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر وأنه يثيبك عليه، لا رياء ولا سمعة لأجل يقول الناس فلان طيب فلان يصوم، لا، أنا أريد الثواب والأجر من الله عز وجل. ولذا الصيام يا إخوان، الصيام له مزايا عظيمة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.